السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: تواصل ردود الفعل على غزوة الحاويات، مجلس الوزراء يصف سطوة الانتقال عليها بالفعل الهمجي وأساليب العصابات، تخبط حوثي بشأن إجراء الاختبارات لطلاب المراحل الأساسية والثانوية، خطبة مليئة بالأفكار والآراء الصادمة، مفتي الحوثيين يشبه الهاشميين بنقد صالح التي فضلها الله على قومه، اللجنة الاقتصادية الحكومية، الميليشيات تصر على بقاء خزان صافر كمترس عسكري تهدد به أمن البحر الأحمر، وزارة الخارجية، المجلس الانتقالي، ميليشيا مسلحة خارج عن إطار الدولة وممارساته تؤكد تنصله الكامل من اتفاق الرياض، لجنة مواجهة كورونا تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بالفيروس صدرتها حضرموت وتعز. الصحونت: مراكز صيفية حوثية في إبل لغسل عقول الطلاب رغم الانتشار المخيف لكورونا، أم دنيا ضابطة شرطة في عدن أقعدتها السمنة عن الحركة، تناشد الحكومة بعلاجها، رصد 11 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال مايو الماضي، أحزاب حضرموت تندد بمحاولة اغتيال البحسني وتؤكد أن أمن المحافظة خط أحمر، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكالة سبأ: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز، الإرياني يحذر من مساعي ميليشيا الحوثي بناء جيل من المؤدلجين بالأفكار الإرهابية، مجلس الوزراء يستنكر الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني في عدن، محافظ الحديدة يوجه بسرعة صيانة مولدات الكهرباء بمديرية الحوقة، مصرع 8 حوثيين والجيش يكسر هجوم للميليشيا في جبهة نهم، انتخاب اليمن رئيسا لمؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية، انتزاء 1279 لغما خلال الأسبوع الثاني من يونيو، التعاون الإسلامي تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مدينتي نجران وخميس مشيط، محافظ المهرة يوجه بتنفيذ عدد من المشاريع بمنطقتي رحزين وعظموت. سهيل نت: استشهاد سائق شاحنة بانفجار نوم حوثي في الحديدة، مجلس الوزراء، الانتقالي يثبت أنه مجرد عصابة منفلتة لا يدرك مخاطر أفعاله، بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، تعنت الحوثي من أبرز العقبات أمام اليمن، سلطنة عمان تؤكد استمرار دعمها للجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، تسجيل 23 إصابة بكورونا وارتفاع إجمالي الحالات إلى 728، التعاون الإسلامي نقف مع السعودية في أي إجراء تتخذه لمواجهة الإرهاب الحوثي، كاتب سعودي يؤكد أهمية اتفاق الرياض ودحر الحوثي عسكريا للعبور إلى المستقبل، انتزاع قرابة 1300 دوم خلال أسبوع، الحكومة تامل استئناف إنتاج وتصدير الغاز للمنشآت بالحاقة العام المقبل. الاقتصادية: الحوثي يصر على إبقاء خزان صافر مترس يهدد به أمن البحر الأحمر. سبتمبر نت: قتل حوثيون بكمين محكم للجيش في جبهة نهم، ناطق القوات المسلحة: قوة الجيش تتقدم في جبهة نهم وتكبد الميليشيا الحوثية هزائم قاسية. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: حزمت مشروعات تنموية بسقطرة وإغاثة 558 من منكوب السيول. الشرق الأوسط: المراكز الصيفية تقتحم بيوت اليمنيين في حملة تجنيد حوثية، التحالف: الميليشيات تستهدف المدنيين. العربية نت: الإرياني، الحوثي يستغل أطفال اليمن ويزجهم بجبهات القتال، حكومة اليمن تحذر: مراكز الحوثي الصيفية تبني جيل إرهابيين، مصرع مهندس الطائرات المسيرة الحوثية بغارة للتحالف، احتراق ممتلكات عائلة بالحديدة جراء قصف حوثي، وزير خارجية عمان يبحث مع غريفيث جهود السلام في اليمن، بالأرقام خسائر التسرب النفطي المحتمل من الناقلة صافر. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشر للكاتب الدكتور علي العسلي، تحدث فيه عن اليمن الكبير والذي يضم بين جنباته كل أبناء اليمن، ساخرا ممن يحاولون تقزيم اليمن. اليمن أكبر من كل الأشخاص، فأكبروا بكبره يا أيها الصغيرون. اليمن ليس الرئيس هادي، وإن كان هو رمز أكيد لسيادته وهو الممثل الوحيد له أمام دول العالم والمحافل الإقليمية والدولية، واليمن ليس نائبه وليس دولة رئيس الوزراء ولا أي شخص ومهما كان حجمه ومكانته.
اليمن أكبر من الجميع، فاليمن دولة وتاريخ وحضارة ومشروع بناء ونماء وتطور، وقضيته قضية وطن جمهوري اتحاد ارتضاه الناس ولا يقبلون بديلا عن ذلك. إذا لماذا بين القيمة والأخرى يظهر علينا بعض الكتاب والنشطاء ليصغروا اليمن وكأن المشكلة فيه هو خلاف على الكرسي وفقط؟ طبعا لا ننكر ذلك، ولكن الكرسي والصراع عليه ضمن أي نظام حكم. فالتسابق بين من يريدون اليمن على أساس أنه مشروع وطن جمهوري ديمقراطي اتحادي وهم الشرعية، وإن وجد فيما بينهم تباينات فهذا طبيعي لأن الوطن يضم كل في سيف سائه، وبين من يريد أن يجعله لفئة صغيرة سلالية عنصرية وهم الحوثة، والذين يريدون أن يستعبدوا شعبه وكل موارده العامة والخاصة ويعتبرون الشعب بما يملكون غنيمة حرب ولا بد أن يؤخذ منهم الخمس لسلالتهم، ويسعون لفرض عقيدة إثنى عشرية فارسية بالقوة، ويتقاطع معهم الانفصاليون تقاطع مصالح وهم الانتقالي، والذين يريدون تجزئة اليمن ليسهل بيعه ومواقعه الهامة والسيادية للدول ذات المصالح في ذلك، فهم يعملون أجراء ولا يهمهم الوطن الدولة والتاريخ والدور. ذلكم هو الخلاف الحقيقي، ليس على السلطة وحدها، وإنما الخلاف على فلسفة النظام، ماهيته، طريقة حكمه ومعتقده. ولذلك من يرى ظاهر الصورة للمشكلة يتأثر بها ويكتب عنها وينظر وينجم لدرجة الاختزال للصورة الحقيقية على هيئة صراع كرسي السلطة وحسب، فيتكلم عن تفاوضات وترتيبات لتقاسم السلطة وكفى، وليس بمانع عندهم أن ينسجوا من خيالهم كلام أو يستندون في تحليلاتهم إلى أخبار مفبركة، وهم بالنتيجة يخدمون المنقلب والمتمرد حتى لو كانوا ضده على حساب الشرعية والدولة اليمنية، ولو كانوا معهم والتي ارتضاها اليمنيون في مؤتمر حوارهم الوطني الشامل بفندق موفنبيك بالعاصمة الأبدية اليمنية الاتحادية صنعاء الحبيبة، التي نتوق جميعا لتخليصها من بلائها المتمثل بالانقلاب الذي خدش جمالها وروعتها وعاداتها وحضارتها وسلامها بما استورد من الخارج، لتعود لطبيعتها عاصمة يمنية تعلم البشرية صناعة المحبة والسلام والتعايش. إن جل ما تروجه الماكينة الإعلامية المعادية للدولة الشرعية واليمن عموما هو التشكيك برأس الشرعية وفقدان قدرته على إدارة الدولة وضعفه، والغرض طبعا إما استفزازه ليتخذ قرارات غير مدروسة فتنعكس عليه وعلاقته بالتحالف الذي جاء ليساعده على دحر الانقلاب، هذا في البدء، أضيف إليه الآن ما يحتاج للمساعدة أيضا إنهاء التمرد الذي تشكل في المناطق المحررة، أو أن الغرض هو التحضير للرأي العام المحلي والدولي لاختيار بديل للشرعية، وهو في حقيقته انقلاب على المرجعيات ومنها طبعا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهذا البديل بالضرورة لن يكون متسقا مع رغبات ومصلحة اليمنيين. إلى موقع يمن ميديا، والذي نشر مقالا للكاتب الصحفي علي الفقي تحدث فيه عمن يحاولون أو عملوا على التبرير للعنصرية وكانوا ولا يزالون يعملون لذلك. كل الذين زغردوا وهم يشاهدون مجاميع القتلة واللصوص والشذاذ الآفاق من عناصر ميليشيا الحوثي وهم يزحفون نحو عاصمة اليمنيين وأطلقوا عليها توصيفات قوة فتية وقوة صاعدة وبشرونا أنها في مهمة تاريخية للقضاء على القوى التقليدية لتضع لبنات الدولة المدنية الحديثة، وكل الذين برروا لجرائم ممارساتها العنصرية منذ ظهورها أو تمالؤوا معها أو صمتوا عنها وهي تجتاح المدن وتفجر بيوت الناس وتشردهم وتنكل بالمدنيين في سجونها وتدمر بنية الدولة وتمزق النسيج الاجتماعي، هم ذاتهم ظهروا اليوم دعاة سلام وتسامح بمجرد أن رفع الناس أصواتهم ضد جرائمها العنصرية التي توجتها بقانون الحمص. يزعجهم رد الفعل على الممارسات العنصرية ولا يزعجهم الفعل العنصري ذاته، ولا يظهرون إلا حين يصرخ الشعب بقوة في وجه العنصرية. يريدون منكم ألا تهاجموا هذه الجماعة الفاشية بجذورها التاريخية ومرجعياتها الفكرية ولا تعروا حقيقتها كجماعة سلالية طائفية عبرت بوضوح عن النزعة الكامنة لمن يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم التاريخي لأنهم أزيحوا عن الحكم عام 62 وحرموا من الحق الممنوح لهم بصك سماوي. يسوءهم أن تشنعوا على من يغذيها ويخدمها ويعتقدون أن عليكم فقط استخدام مصطلحات لطيفة من قبيل التمييز الإيجابي والتمييز السلبي الذي هو بمستوى واحد. فالجناح الناعم لا يزال يمارس دوره خارجيا برشاقة ويجد من يدافع عنه ويروج له محليا، ويظنون أن ادعاءاتهم وملاساتهم المصطنعة ستنطلي على الناس، وكأننا لازلنا في عام 2004 وهم يستخدمون علاقاتهم لجر المغفلين لمسيرات تندد بعلي كاتيوشا الذي يقتل المدنيين في صعدة ونحن نتخيل الجنرال ودم الأبرياء يقطر من يده. يدبج أحدهم مقالا ثم يبتسم برضا ويمد يده لإصلاح القناع الذي يظن أنه لا يزال يخفي خلفه عنصريته وقبحه، ولم يدرك أن جموح الجماعة القادمة من كهوف التاريخ قد أسقط كل الأقنعة بل وتساقطت أشياء كثيرة وبانت كل العورات، وأكثر من هذا أنها نبتت أنياب ومخالب وبعض الزنابيل نبتت لهم أذيال طويلة.
نصيحتي شوفوا لكم لعبة غيرها، وقد تكتشفون أن لديكم موهبة جيدة في كتابة وتلحين الزوامل وتحليل خطابات السيد القائد، ستشعرون براحة أكثر بدلا من تبديد أعمالكم في التمثيل. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب الدكتور محمد جميح، تحدث في منشوره عن من يقاتلون من أبناء اليمن مع الحوثيين، في حين أن الحوثي لا قيمة لليمني لديه إلا عبارة عن خانة في شهادة الميلاد أو في شهادة الوفاة. اتضح اليوم أن عشرات الآلاف من يسميهم الحوثي شهداء في الحرب الدائرة باليمن لم يقتلوا في سبيل الله دفاعا عن الوطن ضد العدوان، ولكن في سبيل الخمس ودفاعا عن سلطة الكهنة الجدد. ماذا لو عاد شهداء الحوثي إلى الحياة ليجدوا أن الكهنة قننوا سرقة الخمس من ثروات الوطن الذي ماتوا في سبيله؟ قلناها منذ اليوم الأول، الحوثي لا يقاتل دفاعا عن وطن بل للاحتفاظ بسلطة. اليمن عنده مجرد خانة في شهادة الميلاد. إلى سلطان صالح الروسا، والذي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن أيام قاسية على الميليشيا الانقلابية في جبهات القتال. أشهد لله ما شاهدت عدد قتلى من جماعة الحوثي مثل هذه الأيام، مئات القتلى والجرحى إلى الآن، لا تزال هناك جثث مرمية في صحراء الحزم لم يأخذها الحوثي لها أيام وأسابيع. ساقهم الباطل كما يساق القطيع وذهبوا أدراج الرياح. نصيحة لكل من لديه انتماء لهذه الجماعة، اعملوا لعيالكم حجر منزلي من الذهاب إلى مواجهتنا، والله لن يعودوا إلا أشلاء أو أسوأ من ذلك. أيام قاسية على ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات نهم صلب، مرورا باتجاه مفرق الجوف وشرق الحزم، قتل منهم المئات دون تحقيق هدف في منطقة الخسف شرق الحزم وحدها. خسر الحوثي مئات من مقاتليه، عرفنا منهم بالاسم العشرات بلدي وخارجي. الاستنزاف مستمر في جماعة الحوثي، والأيام القادمة ستكون مثل سابقاتها، أسوأ وأمر عليهم بإذن المولى. الكاتب والباحث الدكتور فيصل علي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن فكرة الخمس لدى ميليشيا الانقلاب الحوثية. ما خمس بني هاشم إلا جزء يسير من فكرة الهاشمية السياسية. من غضبوا من الخمس فقط ولم يغضبوا من الولاية والإمامة والحكم المنصوص عليه لهم وحدهم وتميزهم السياسي والاجتماعي والديني، لم يفهموا إلى الآن خطورة هذه اللعنة التي حلت باليمن. الخمس ومقداره 20% ليس سوى جزء من الجانب الاقتصادي للهاشمية السياسية، بقية الجبايات تمنحهم بقية 80% من أموال الناس وخيرات البلد. لا حياة ولا كرامة للشعب مع هذه الدعوة العفنة. أما الناشط لؤي الإرياني فقد كتب تغريدة على صفحته في تويتر، تحدث فيها عن الاستفزاز الذي يمارسه الحوثيون بحق اليمنيين في شرعنتهم لما أطلقوا عليه قانون الخمس. لا يوجد أسوأ وأكثر استفزاز من قانون الخمس العنصري إلا من يحاولون تبريره وإرهاب الناس ومنعهم من الحديث حوله والعجرفة والاستخفاف بحقوق وعقول اليمنيين. لا شيء يمزق النسيج اليمني غير الحوثي، ولا شيء يوحد بين اليمنيين مثل الوقوف ضد الحوثي وعنصريته. إلى وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني، والذي كتب سلسلة تغريدات تحدث فيها عن قانون الخمس الحوثي وفتاوى قيادات الحوثي بشأنه. مفتي الحوثيون المدعو شمس الدين يتوعد اليمنيين بفرض الخمس حتى على قنينة المياه المعدنية، ويؤكد أن المقصود بلفظ ما غنمتم في الآية القرآنية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، عام وينصرف للرزق وليس غنائم الحرب. قانون الخمس الحوثي وفتاوى القيادي الحوثي شمس الدين غيظ من فيض، وجانب من المشروع الحقيقي الذي تحمله الميليشيا الحوثية لليمن واليمنيين، والذي سيلفظ أنفسه الأخيرة بوقوف اليمنيين صفا واحدا وتوحيد جهودهم لاستعادة الدولة ومواجهة التمييز العنصري. أما هدى أصراري فقد كتبت تغريدة تحدثت فيها عن شاب قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا الانتقالية في عدن. قتل الشاب حسين مروان العرشي 20 عاما تعذيبا في أحد سجون مدينة عدن في ظروف غامضة، بعدما اختطفه مسلحون ينتمون لجهة أمنية. اتصل بأهله يطمئنهم عليه، وبعدها بيوم أرجعوه جثة هامدة. محمل الأمن وسلطة الأمر الواقع جريمة التعذيب وقتل الشاب، وعلى النيابة العامة القيام بواجبها تجاه هذه الجريمة البشعة. الشاب حسين مروان اعتقل ضمن الشباب الذين خرجوا للمطالبة بخدمة الكهرباء مع عدد من المواطنين في عدن، واعتقل هو و12 شابا في البحث الجنائي والبعض منهم في سجون أخرى.
وتفاجأ أهل الشاب باتصال مفاده استلام جثة ولدهم إثر موته بظروف غامضة وعليه آثار تعذيب. أما الكاتب الصحفي أحمد شبح فقد كتب تغريدة تحدث فيها عن الجيش الوطني الذي يخوض معركة وطنية عروبية في أكثر من اتجاه. الجيش الوطني يخوض معركة وطنية عربية في أكثر من اتجاه وأكثر من جبهة ويسطر بطولات في مواجهة الميليشيا الحوثية والمخططات الإيرانية. قادته وأبطاله ثابتون للعام السادس بخطوط التماس. للأسف الموارد والإمكانات لا تزال تهدر بعيدا عن المعركة والأموال تذهب بعيدا عن هدف الحاسم. أما عبد الباسط البحث فقد كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عن العصبيات والعنصرية وآثارها المدمرة والتي نماها وغذاها الحكم الإمامي الكهنوتي البائد. كل صور العصبيات التي نعاني منها ومن آثارها المدمرة اليوم غذاها ورعاها ونماها الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف والحكم الاستعماري البغيض الذي قامت سياسته على التفريق فرد القسود ومخلفاتهما وذيولهما وأتباعهما وما تفرع عنهما ومن لف لفهما ونهج نهجهما من شخصيات أو جماعات أو أحزاب أو تنظيمات. أما الإعلامي هشام الزيادي فقد كتب تغريدة على صفحته في تويتر تحدث فيها عمن يقاتلون في صفوف ميليشيا الانقلاب الحوثية في جبهات قتالهم ثم يعودون ليدفعوا لمساكن الطيرمانات الخمس. ما يحز في النفس وأن ترى ذلك اليمني الذي يقاتل في صفوف الحوثيين يعود من جبهات القتال إلى قريته ليدفع خمس حصاد مزرعته لذلك الهاشمي الذي يسكن طيرمانات صنعاء ويبعث أموال هذا الفقير اليمني إلى ابنه الذي يدرس في إحدى أرقى جامعات أمريكا. ختاما من الناشط منير العمري والذي كتب تغريدة تحدث فيها عن الحوثية وبأنها ليست النسخة الأخيرة ولن تكون بأنها ليست النسخة الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم يتم تجفيف منابعها واستئصال شعفتها. الحوثية ليست النسخة الإمامية الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يتم تجفيف وتعقيم المستنقع الذي تتولد وتتكاثر فيه مثل هذه الآفات والعاهات مع التركيز بشكل خاص على المنبع الفكري الذي تستند عليه هذه العصابات. ومن دون هذه الخطوة فإن الهاشمية الإمامية اللعينة التي أنجبت الحوثية اليوم ستنجب غيرها من العصابات في المستقبل كما أنجبت الكثير منها في الماضي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وحتى الملتقى أستودعكم الله.